فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة في الإحداد تقول: هل يجوز لي أن أخرج مع أبنائي إلى البر وأبيت معهم هناك؟ لا، تبيت في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه، تبيت فيه حتى تكمل عدة الوفاة. امكثي في البيت، يقول صلى الله عليه وسلم، حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.